تعرف على مجموعة جديدة من التمرينات الرياضية. المرة دي هتكون مع كابتن ندى مدحت وهي مدربة بجيم السيدات بالنادي الأهلي بالجزيرة. هنشوف معاكم التقرير ثم فاصل ولنا عودة إن شاء الله. اتفضل. صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي. النهاردة هنعمل أبر بادي، هنشتغل على الشيست والباي والتراي. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنمسك ويت، لو أنت في الجيم، لو أنت في البيت هتمسكي إزازتين مية نفس الوزن في الإيد رايت أو ليفت. تمام. اول حاجه كوعي في جنبي، رجليا باتساع حوضي، ركبتي سوفت ني، شست على قدام، والهب على ورا حاجه بسيطه. وانا هنا هشتغل اب داون، ما بطلعش على الاخر، ما بنزلش على الاخر. هنعد مع بعض، واحد اتنين طبعا بتنفس، تلاته اربعه خمسه ستة سبعة تمانية. هكرر التمرين ثلاث مجاميع تاني مع بعض. رجليا سوفت ني، كوي في جنبي، هشتغل اب داون، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ده كان تمرين على المسلز بتاعت الباي. هنعمل تمرين تاني، ده الاتنين جنب بعض، ايدي ورا، كوعي مقفول، هشتغل اب داون، واحد اتنين تلاتة اربعة مفردش على الاخر، خمسة ستة سبعة تمانية. ده المسلز بتاعت التراي. حاجة كمان، وانا بنزل انا كوعي ما بينزلش ورا خالص كده ولا بينزل كده، لا انا بنزل كوعي فوق، بنزل اب داون، ما فردش على الاخر، اب داون. تمام. لازم دراعي مفروض عشان احس بالمسلز نفسها. تاني، ده كان البوزيشن بتاعها. احنا كده اشتغلنا على الباي، اشتغلنا على التراي، هنشتغل على الشست. رجليا سوفت ني، رجلي باتساع حوضي، ايديا سوفت شويه مش مفروده على الاخر، محدش يعمل كده. ايديا هنا، هشتغل اوبن كلوز اوبن كلوز. اهم حاجه ما اطلعش فوق خالص وما بطلعش هنا، لا انا بطلع مستوى كتفي. اهم حاجه النفس. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هشتغل تمن عدات في ثلاث تكرارات. هقف تاني، رجليا باتساع حوضي، رجليا سوفت ني، ركبتي متنية حاجة بسيطة، محدش يقف كده يشد نفسه، لا انا سوفت ني حاجه بسيطه. همسك الويت، كوعي في جنبي، هشتغل باك وانزل تاني، باك وانزل تاني، الهيب على ورا، رجليا سوفت ني، هشتغل كيك باك وانزل، خمسه سته سبعه ثمانيه. دلوقتي احنا اشتغلنا على الابر بودي، اشتغلنا على التراي، اشتغلنا على الشيست، اشتغلنا على الباي. زي ما قلنا شغالين في البيت بازايز ميه، الويت هو هو. لو شغالين في الجيم هشتغل بالويت. وده كان تمرين النهارده، كان معاكم كابتن ندى، اشوفكم مره تانية.